السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الكيك اللي غادي يكون بالكراميل او لا تورته، يعني هي راه تورته في الحقيقه اللي غادي نحتاجوا لها في المقادير ان شاء الله على بركه الله. غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي هنا 230 غرام ديال الدانون او لا ياغورت كراميل. انا هنا عندي كراميل لي فانيلي فلام بالنسبه للناس ديالنا هنايا، انا هنايا راني جبتها هنايا بالشكلاط، مشات لي بالغلط ولكن ماشي مشكل، الشكلاط اصلا غادي ندخله هنايا في هذه التورته. هذا الكراميل هذا عندكم كي قلت لكم 230 ما يعادل جوج حكاك ديال دانون بالنسبه للناس المغرب. هنايا كل حك كيكون فيه 125، 125 على 125 هي 230. هنا عندنا الزيت تقريبا غادي ندير واحد الكاس ونص بالنسبه لكاس عنبه، ولكن بالمليلتر غادي يعطيكم 160 غرام، 160 غرام مليلتر، 160 غرام 160 مليلتر ديال الزيت. هنا عندنا السكر سنيده ما يعادل 180 غرام، وبالنسبه اللي بغات دير الكيسان غادي دير تقريبا واحد الكاس ديال العنبه وتزيد واحد تقريبا واحد الكاس العرب او لا كاس ونص على حسب الحلاوه اللي بغات. عندي هنا جوج ديال المعالق كبار ديال بودره الكاكاو، الكاكاو المر اللي كان حلو حاولوا انكم لان تنقصوا حلاوه السكر لان الاخر تيكون حلو، ولا كان عندكم السوس هو كتكثروا منه، لان هذه البودره الكاكاو المر كيكون كحل ما خصناش نكثروا منه، لان باش ما حيت كطيب الكيكه ما كتجيناش كحله، كتجينا في اللون هو هذاك. الا كثرتوا لهذا غادي تجيكم كحله بزاف، يعني كحله كحله. عندي هنا خمسة ديال البيضات، عندي بالنسبه للخميرات عندي هنايا فانيا وحده، وعندي خماره ديال 15 غرام، يعني جوج خمارات حمر بالنسبه للناس المغرب، الناس اوروبا والناس ديال الخليج غادي يديروا 15 غرام. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله، دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ خمسه ديال البيضات ديالي اللي غادي يكون الحجم ديالهم كله متساوي. غادي نضيف سكر سنيده، وغادي نضيف كذلك شنيشه ديال الفاني، وغادي نطرب هذا الشيء كامل حتى ينسجم لي مده جوج دقائق. هنا هانتوما كتشوفوا كيضعف الحجم، مهمه هذه الخدمه هذه لان باش كتطلع الكيكه مزيان. غادي نضيف كراميل، هذا راه ماشي كراميل بزاف، يعني جبته بالغلط، هو كيكون كراميل شويه قهوي في مفتوح، هذا كيعطي واحد المذاق جديد. وبالنسبه الا بغيتو نتوما الكيكه في المغرب كي قلت لكم شحال هذه وفي عدد الوصفات انكم ديروا دانيت، دانيت كيجي رائع في الكيك. غادي نضيف الزيت، دابا هنا غادي ناخذ بودره الكاكاو وغادي نخلطها هنايا. هاد الدقيق تقريبا ما بين 250 حتى 260، ما تيكونش على حسب البيض، البيض هو اللي بعض المرات كيطلع اما كيجريها اما كيثقلها. غادي نحاول انني نخلط، غادي ندير الخميره الكيماويه، وغادي نكونوا شاعلين الفران على درجه الحراره 200، منين غادي ندخلو غادي نزلوه على 180، وغادي نخليو الكيكه ديالنا كطيب حتى تقبط راسها بحال الكيك، تقريبا واحد 40 دقيقه حتى 45 دقيقه. وهي هاد الحلوه هذه كتجي رائعه، ومازال عندي يعني الكريمه عاد غادي نحضرها لها. بالنسبه هذه راه كيمكن لها تبقى لك حتى اسبوع في الثلاجه، ما تخافيش منها، يعني تاكلي وتعاودي ماشي، وكتجيب بكميه وفيره، وتقدري كاع الا كنتي تعرفي
العائله ديالك حداك ولا قريب عليك ولا اصدقاء ديالك، يمكن الكيكه كاع تعطي لهم منها لانها كتكون كبيره. كيت يعجبوني البنات في الكومنتيرات، وما كرهتش نكون ساكنه حداك، يا ريت يا ريت تكونوا ساكنين قدامي. يحصل لي الشرف بالنسبه اللي كيعترف بهذا اللي كينطق بهذه الكلمه، ما يا ريت نكون جارتك نكون حداك تذوقيني، علاش لا، تجي تستاهلي كل خير. هانتوما تقريبا غادي تخلي 250 كي قلت لكم، لان انا ما كيعجبونيش لي كيك يكونوا بحال العصيده، كيعجبو يكونوا لي كيك يكونوا خفاف قابطين واحد الوزن اللي كيكون متعادل، ما تقالش وما خفافش، يعني الا كانت خفيفه غادي تطيح لكم، والا كانت ثقيله راها غادي تجيكم ناشفه. وكنتمنى من الاخت طه ريان اللي من المتتبعات الوفيات انها واش الكيكه ديالها ما بقاتش كتجيها عوجه في الفران، لانها قالت لي الكيكه كتجيها دائما عوجه، قلت لها يمكن من الفران عندك التبصير عوج، جهه كتجيها طالعه وجهه هابطه. كنتمنى انها تكون تقدت لها وتكتبها لي في الكومونتير. بعد ما حركته مزيان غادي نضرب واحد الضربه تكون خفيفه ماشي مجهده، هذه صافي باش كيقبطنا اللون واحد. وهانتوما شفتوا اللون كيكون بحال هذا الشكل، ماشي تقولوا راه حقا ما جايش قويه غادي نزيدها لهذا البودره، يعني خصكم ديروا البودره متوازنه. دابا انا اختاريت هذا المول هذا اللي غادي يكون مستطيل، بغيتو ديروه مدور ولكن يكون عندكم مول يكون كبير، اولا ديروا جوج وحدات. بعد النصائح اللي كنعطي لكم، كاين اللي كيخوي الكيك ويديها الفران، خصكم حاولوا انكم تجيبوها مقاده باش تجيكم الفورمه وحده، يعني كيكونوا هاد ليمون اللي كيكونوا مستطيل اكثريه تيتخوا في الوسط، كيبقاو الجناب الوسط عالي والجناب حاضرين. من الاحسن وصلوا كل شيء للجناب هكا باش حيت تدخل الفران كتقبط طلعه واحده. صافي دابا انا غادي ندخلها الفران، كي قلت لكم على درجه الحراره 200 مسخن، ولكن غادي ننزل الحراره على 180 حتى 175، وغادي ندخلها الفران ترطب ونرجع لكم ان شاء الله. صافي انا بعد ما خرجتها من الفران هانتوما شفتوها كيفاش كتجي، كي قلت لكم هكا كتجي مقاده، وفي احتمال الا مشات حتى خرجت لكم بوقه ولا شي حاجه كنعطيكم نصائح، حاولوا انكم تجيبوا شي حاجه بلا وتبزطوها هكذا باش تقبط لكم الحجم ديالها. دابا غادي نخليها غادي تبرد وغادي ندوزو نصوبوا الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو هنايا واحد 200 غرام ديال الشكلاط البيض، واحد 100 غرام 200 غرام ديال الشكلاط الاسود المر، و 100 غرام ديال الشكلاط العادي هذا البني هذا اللي كيكون ديال الحليب، وعندي هنا واحد 150 غرام ديال الكريمه اللي غادي نديروها تغلي، ومن بعد منين غادي تسخن مزيان غنطفيو عليها وغادي نضيفوا لها هذا الشكلاط هذا حتى يذوب لينا، وديك الساعات غادي نرجع لكم. بالنسبه للكريمه اللي غادي ناخذو، غادي ناخذو جوج ديال الحكاك ديال كريم فريش ديال 250 غرام، وغادي تكون تقريبا واحد 500 غرام ديال جوج حكاك ديال، تقدر تلقاو تصادفو هادو راهم كبار، كاينين ديال 200، من الاحسن ديرو ديال 200 200 200، كاينين ديال 250 و200. بالنسبه وغادي نحتاج واحد الحك ديال الجبن ديال الكريمي، يكون جبلي ولا يكون ديال هنايا اللي كيخدموه الناس ديال هنايا، وغادي دابا غادي نخلطهم. دابا غادي نطرب هذه بوحدها ومن بعد نتلاقى بكم. صافي هنا بعد ما طلعت الكريمه، هاد الكريمه اللي قلت لكم 200 500 غرام، غادي نضيف عليها 200 غرام ديال الجبن كريمي، وغادي نضيف عليها 75 ولا 80 غرام ديال السكر ديال العصي اللي غادي نطربهم بجميع، ديروا 75 من الاحسن باش كتجي من السما ما كتجيش حلوه. وغادي ديروا، بغيتو ديروا فاني ديروه، ما بغيتوش بلاش، انا كنتفاداه دابا ما بغيتش نديرو حيت عندي الجبن، بغيت نخلي المذاق ديال الجبن يبقى هكاك المذاق ديالو لذيذ. دابا غادي نخلطهم كامل مجموعين ونرجع لكم.
هذا الشكلاط اللي دوبت اللي مع الكريمه البيض ديال الحليب وديال الشكلاط الكحل. صافي هنا الكريمه ها هي دي وجدات كنحصلوا عليها بحال هذا الشكل. غادي نكحزوا هذه هنا. هنايا الكيك ديالي قسمتها على جوج، بغيتو كانت جاتكم المول صغير، بغيتو المول صغير غادي تجيكم عاليه تقدروا تقسموها على ثلاثة، كان المول كبير غادي تجيكم مقسومه غير على جوج. انا هذه كتعجبني عامره بزاف. ضروري كنخلي لولادي شي حاجه كيبغيوها هكذا بوحده. كيخصها كتجي عامره بالكريمه، كتجي رائعه وكتعرفوا بان هاد الكريمه راه ما كتغلطش شي. دابا غادي نحاول انني نقاد هادشي كامل. قددوها، المهم انا ما نطولش عليكم غنقادها مزيان ونرجع. صافي انا بعد ما قديتها مزيان غادي ناخذ هذا وغادي نحطها فوق منها نيشان. صافي دابا غادي نخوي عليها الشكلاط اللي ذوبت كامل. هنا غادي ناخذ واحد الكاغيط ضروري ديروه تحت منها باش داك الشكلاط ما كيضيع لكمش، باش الا بغيتو تتوليو عاود تحتاجوه كتوليو تجمعوه من ديك الكاغيط. دابا هنا غادي نخوي هذا الشكلاط هذا كامل، تخليوه حتى كيبرد شي شويه، ما تديروش هو سخون باش كيقبط لكم من الفوق باش ما كيسيحش في دقه واحده. دابا غادي نحاولوا اننا نديروا له هكذا باش يسيح لنا على الجناب كاملين. انا غادي نملسها كامله ومن بعد نطلق عليها. صافي هنا من بعد ما هانتوما شفتوا دهنتها كلها مزيان ومن الجناب كامله، هادي نقبط عندي هاد الحليوات ماشي حليوات شكلاط اللي غادي نضيفو هكذا. هذا كله شكلاط، هاد الكويرات. صافي انا غادي نكملهم على هذه الطريقه هكا حتى نكملهم وغادي نرجع لكم ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ولا الكيك ولا التورته هكا. من بعد ما درت لها الشكلاط وديك الكويرات قدامكم رشيت عليها الشكلاط الابيض بهذه الطريقه هذه. صافي ودابا قبطات، دابا غادي نقطع لكم من الداخل باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. هانتوما من الداخل كيفاش كتجي.
شكرا لكم على المتابعه، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله مع فيديو اخر جديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.